بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا مشاهدينا الكرام نستمر مع انطلاقة أجواتنا في هذا الصباح بعد ما تابعنا الشوط الماضي وحضور وتواجد الشايبة أحمد بن غلفان بن غليطة الغمزي اللي كانت حاضرة في أول الأشواط مهدية الشوط الرئيسي الأول هنا اللي مضمرها أيضا مبارك بن زيد بن ساري الكتبي من قدم لنا حضور الشايبة في أول الأشواط. نسير مع انطلاقة شوط المهجنات العسائل لسن الثنايا 5 كيلومترات هي المسافة والبداية الأولى الصدارة والمركز الأول. التقدم مشاهدينا الكرام والحاضرة على مسار هذا الشوط الهبوب راشد بن سعيد بن محمد المهيري يقدم لنا حضور الهبوب المركز الثاني ثاني المراكز مشاهدينا الكرام ايضا تتواجد والحاضرة على المركز الثاني وصلة ايضا الشامية وصلة الشامية لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري يقدم لنا الشامية المركز الثالث تتواجد بجاير محمد بن سهيل بن عويضان العامري والمركز الرابع وصل شعار رغش بن تبازة يقدم مهابة على المركز الرابع في هذه اللحظة رغش بن تبازة العامري بينما المركز الخامس خامس المراكز تتواجد آرام للسيد حمد بن محمد بن عويضان العامري يقدم آرام. الله على هذا الشوط الله على هذه الأسماء الله على هذه الأعداد. أبو حمد نازل بقوة بن عويضان نازل بأكثر من عداد بن أكثر من اعتاد في هذا الشوط. المركز الخامس هناك من قيرت على المركز الرابع للسيد خليفة بن سالم بن راشود الكعبي يقدم لنا تواجدي وحضور مراسيم على المركز الخامس وسادس المراكز تتواجد مشاهدينا الكرام مع بن عويضان ولكن المقدمة راح بن مراشد راح في طريق الرشد في طريق الانتصار مع الهبوب. تلاعب نسماتي هذا الصباح تلاعب نسماتي هذا الصباح بشعارها المميز بشعارها الجميل الهبوب الهبوب مع ايضا بداية هذا الشوط الهبوب البارد النسناس البارد مع مقدمة الشوط مع الحضور الاول مع التواجد الجميل مع هذه الطلة الباهية على القيادة والصدارة. يا سلام راشد بن سعيد بن مرشد المهيري حاضر بن سعيد حاضر على القمة والبداية والصدارة الأولى. الله ما شاء الله تبارك الله منتصف المسافة 2500 متر عن خط النهاية عن الفوز عن الانتصار ومع شروق هذا الشمس مع شروق هذه الشمس الباهية الطالة على الحضور على الطلة الجميلة على هذا الأداء على هذا العرض على هذه القيادة الموفقة بالمركز الأول. يا سلام قايدة منفردة أيضا تسحب الجماهير أنا معاها الهبوب الهبوب اسم على من سمى هبة بالانتصار هبت الهبوب هبت على قمة البداية. حرك بن عويضان حرك والله
الله يا الشامية، الله الله يا الشامية، الله يا سلام يا سلام يا سلام. وصلت بنت سياف، وصلت وصلت بنت سياف، وصلت على المركز الثاني. محمد بن سهيل بن عويضان العامري خذت المركز الثاني، المركز الثالث، ثالث المراكز بن عويضان أيضا يقدم حضور أبو حمد، يقدم تواجده على المركز، على المركز الثالث. أنا تتقدم وصلت في هذه اللحظة أيضا، الله يا ضجة 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 على المركز الثالث. محمد بن سهيل بن عويضان العامري يقدم لنا ضجة. والمركز الرابع، رابع المراكز، تتواجد بشاير محمد بن سهيل بن عويضان العامري. وصلت الذيبة، الذيبة أحمد بن مسلم بن سلطان الزرعي على المركز الخامس والمركز السادس مع بن راشود. ولكن الهبايب مع الهبوب، الهبايب مع الهبوب، الله ما خلى حد بحاله بن مرشد، ما خلى حد بحاله، راحت الهبوب راحت. الله عليك يا ابو سعيد، ما شاء الله تبارك الله، تبارك الله على هذا الاداء الجميل اللي تقدمه الهبوب. لا منازع لا منافس على قدمت الشوط على البداية، وشروق الشمس تشرق 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 مع الهبوب ومع ناموس الهبوب. مستفتح الكيلو المتر الأخير، والعصافة الابطان ما تحتاج لأي أوامر، ما تحتاج أبد. الله على هذا الحضور، سلامي عليك يا أبو سعيد، سلامي عليك يا أبو مرشد، سلامي على هذه النوعية الفاخرة المميزة. ما شاء الله قامت راس وتنهي هذا الشوط راس الهبوب، الهبوب الهبوب، الله الله. المركز الثاني هناك، شوف 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 حضور بن عويضان حاضر بأكثر من اسم على المركز الثاني وعلى المركز الثالث وعلى المركز الرابع. ولكن خلاص الفوز هنا مع الهبوب بدون أي أوامر، خلاص أيضا بالفعل تغادر لائحة الخمسمائة متر، لائحة الفوز والانتصار بدون أي أوامر. ما شاء الله تبارك الله، سلام سلام يا دبي، سلام سلام يا دبي، سلام سلام ند الشبا، سلام سلام، وأسعدتم صباحا بالفوز والانتصار. ضجة ضجة على المركز الثاني، ضجة لسيد محمد بن عويضان. وصل بن ساري، وصل بن ساري على المركز الثاني أيضا، شعار بن ساري، شعار صاحبة الشوط الرئيسي الأول. ولكن الهبوب هي الأقرب، هي إذا الأقرب للفوز والانتصار. ما حرك ما حرك ما حرك أبد عصاها في بطانها. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. التهنية لسيد راشد بن محمد، ايضا التهنية سيد راشد بن سعيد بن محمد بن مروشة. تهانينا والناموس لحظات الوصول على هذا الفوز والانتصار بدون اي اوامر. المركز الثاني وصلت فيه مشاهدينا الكرام الكايد مبارك بن سيف بن ساري. المركز الثالث والرابع شعار بن عويضان، بينما المركز الخامس لسيد مسلم بن سلطان، احمد بن مسلم بن سلطان الزرعي. التوقيت ايضا الشامية انضمت على المركز السادس. التهاني والناموس لسيد راشد بن سعيد بن محمد بن مرشد على فوز الهبوب بهذا الشوط. والتوقيت مشاهدي الكرام 7:58. تهانينا والناموس لك يا بن مرشد على هذا الفوز والانتصار.